يندرج هذا المؤتمر للحزب الشيوعي الصيني في إطار تقوية العلاقات الصينية الأفريقية في المجالات الخدمية والإنمائية، ونظرا لتوطيد العلاقات القائمة بين الصين والقارة السمراء. دعت الحاجة إلى مشاركة 18 دولة أفريقية في المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي الصيني والاجتماع 19 للجنة المركزية للحزب، الأمر الذي جاء بهذا اللقاء والذي شارك فيه الأمين العام لشباب الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس عبد الله كلكلة ونائبه صالح ستة عبر تقنية الفيديو. وفي أثناء ذلك تداخل عدد من ممثلي أحزاب الدول الأفريقية الصديقة للحزب الشيوعي الصيني، حيث تناول ناصية الحديث ممثل البلاد الأمين العام لشباب الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس عبد الله كلكلة، موضحا أن البلاد تعيش حالة استثنائية منذ رحيل مشير تشاد إدريس ديبي إتنو. وعلى الرغم من كل هذا وذاك، فإن تشاد تؤلق آمالا وتطلعات كبيرة مع الصين في تخطي العقبات وعدم التنمية. وأثنى الأمين العام لشباب الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس عبد الله كلكلة بالدور الإيجابي لكل من الرئيسين سي جي بينغ والفريق محمد إدريس ديبي إتنو وتعاونهما المتميز لصالح الشعبين التشادي والصيني.